كم البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غندير معكم السيجار بالخضره والصدر ديال الدجاج، كيجي زوين. عندي هنايا يعني نبدا في المقادير على بركه الله. عندي بصله وحده قرطة على هذا الشكل، وعندي جوج فلفلات حمرين وجوج فلفلات خضرين، وعندي الكميه ديال الزيت شويه ما بين البلديه والروميه، وعندي زيت خضر وزيت كحل خلطتهم. وبالنسبه للتوابل عندي هنايا الخرقوم، شويه الخرقوم وشويه السكنجبير وشويه ديال الثومه وشويه الملح والربيع وشويه الكمون وشويه الابصار. وعندي هنايا اربعه ديال الخزوات، وعندي هنايا اربعه ديال القرعات خضراء وشويه ديال صدر الدجاج. واحد النصيحه يا البنات بالنسبه للصدر ديال الدجاج للمبتدئات، ما خصكمش تجيبوا الدجاج في النهار واحد وطيبوه، لا، خليوه في الفريكو باش يكون مرتاح وتيجي هشيش. وعندي هنايا ورقه البسطيله اللي صايبتها، راه انتو شوفوها في القناه، راه درتها في القناه. لا، غنبدا دابا باش نطيب الحشوه ديالي. كندير البصله، مع الزيت، والعطريه. كنخلي البصله حتى كتشحر شويه، وعاد كنزيد الفلفله وكنزيد الدجاج. دابا درتها تقلى شويه، عاد نزيد الفلفله. كنخليو الدجاج هو الاخر، هو كيطيب دغيا، عاد نزيدو. غنزيد الزيتون، كلها 3 دقائق ولا 2 دقائق اللي بغيتو صافي. ونطفي على البوطة. بعد ما طبت الحشوة ديالي دابا غنبدا نعمر في السيكار. بسم الله. هاد الورقة ديال الدار كتجي في السكر زوينة. هكا كندير، كنلو هاد الجهة، كنلو هاد الجهة الأخرى، صافي. وكنبدا كنلوي، بسم الله، كندهن بأبيض البيض. اللي بغا الصفر يدير الصفر، أنا كيعجبني نخدم بأبيض البيض، كنخدم بيه. كتجي العملية بحال ها هو كيفاش تيجي. كيجي زوين وساهل في الخدمه. المهم البنات غنستمر على هذه الطريقه حتى نساليهم كاملين باش ما نطولش عليكم الفيديو. السيكار ديال البنات من بعد ما وجدته دهنت، دوبت هنا شويه الزبده باش ندهنها من الفوق. بسم الله، باش كيجيو زوينين ومقرمشين. صافي غنستمر على الطريقه. صافي ندخلو الفران حتى
حطيتي بو صافي حطيتي بو ونقدمها لكم. صافي البنات، ها السيجار ديالي واجدها، كيفاش كيجي الشكل النهائي. كنتمنى الى الاعجاب ديالكم وتجربوه، راه ساهل ماشي شي حاجه صعيبه، وتبارطاجيوه مع عائلتكم وصحابكم، وما تنسونيش في اللايك، واللي مازال ما مشتركش في القناه يشترك. وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله مع الوصفه الجديده. خليتكم على خير، في امان الله، والسلام عليكم.